بسم الله. هاي هاي بسم الله. بسم الله. أقول حذاري وحذاري من إزيان وراء افتراءات وراء الأكاذيب والمرتبطة خاصة بهؤلاء أو بهذه المجموعات التي تأتينا أو تحاول أن تدخل التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وهي مجموعات مرتبطة أصلاً بما يحدث أو بما في بلدان عربية أخرى. وأقولها مرة أخرى أن أمن واستقرار وطمأنينة هذا الوطن العزيز هو خط أحمر